ايه اللي بسرعة. تمام، شكرا. ما لقى لا بالمشافي ولا بالمخافر، على الأقل هالشي منيح. مزبوط. والبيت اللي هونيك هو العنوان اللي أعطته سيبال. أول شي لازم نعرف إذا كانت البنت بالبيت ولا لا. إذا ما كانت بالبيت فبيكون تيو هو اللي أخذها، أما إذا كانت بالبيت فهالشي بيعني إنه صاير شي لتيو. تمام، أنا رح روح وأسأل لكان. لك لوين رايحة؟ أنا رح روح وأسأل إذا مروة بالبيت. وشو رح تعملي إذا كانت بالبيت؟ إذا كانوا عاملين شي لتيو رح يفهموا إنك عم تدوري عليه، لهيك خليكي هون. بارش بيك، أنا رح أقول إني طالبة فنون، رح أقول إنه بدي أعطيهم لوحات للمعرض اللي بإسطنبول. أنت شو رح تقول إذا لقيتها؟ واضح كتير إنه مالك علاقة بمروة. تمام، بس إذا لاحظتي أي شي غريب بتناديلي فورا، وعديني. وعد. أنا عم راقبك، اوعى تعملي شي خليكي تغيبي عن نظري. تمام، اتفقنا باريش بيك، لا تاكل همي. شوفي. يعطيك العافية. أنا كنت عم دور على مروة، هي هون شي؟ مروة ما أنا هون. مروة مو هون، مو هون، مروة مو هون. طيب أنت بتعرف وينها يا ترى؟ لا ما بعرف. تعالي فوتي، استني جوا. لا شكرا، ما بدي، ابي عم يستناني. لحظه، في شغل منيح وبيطالع مصاري كتير كمان، لهيك عم دور على مروه. شو هو الشغل؟ شغل يعني شغل للبنات مثل ما بتعرف. شو ممكن يكون شغل البنات؟ استني هون. خلينا نمشي من هون، ما عجبني هذا الزلمة. باريش بيك، انت شو عم تعمل؟ رح توقع مصايب على راسنا هلا. قلت لك امشي اصلي، اسمعي كلامي وبس. ايه مزبوط مزبوط خالتي، عندك فكرة هي وينها شي؟ كانت عم تقول انها رايحة لهون مع رفقاتها، شوفوا هاي اذا بدكن. شكرا كثير لك يا خالي. العفو. شو هاي بطاقة دعوة؟ أغاثا كريستي، امشي هلا مشوفها على الطريق. والله ما عرفت كيف سمعت منك أنا. تخيلي هالزلمة لو عمل لك شي. باريش بيك، شو ممكن يعمل لي الزلمة بنص النهار؟ شو مشكلتك؟ أصلي بس هالزلمة ما إنه مبين إذا منحرف ولا شو وضعه، مفكرة إنه كل العالم مثلك؟ إيه بعرف هالشي، أساسا لهيك ما فتت على بيته لما قال لي فوتي. ليش هو قال لك تفوتي لعنده؟ وانت بتقشري اللي بايدك من بعيد وبتقولي لي لا تجي؟ بس مشي الحال باريش بيك، وعرفنا وين راحت مروه. شو عطتك هذيك المره؟ هات لشوف. شو بيعرفني شو هي بالضبط؟ مكتوب عرس وتخييم لثلاث ايام، اما للبنت قالت انه راحت مع رفقاتها. برايي لهيك تيو ما مسكها، لساته عم بيلاحقها لهلا. رح نروح لهنيك ولا شو؟ ايه لازم نروح لهنيك، وبتمنى ما تكون صايره شي مشكله ويكون متخبي تيو وعم يستنى ياخذ البنت. برأيي هيك صاير، نحن رح نلاقيهم هنيك بتشوف. حتى إنه تيو رح يبهدلنا ويقلنا ليش اجيتوا. أوف ما بعرف أصلي، بس إنه تيو ما يتصل فيني كل هالوقت هالشي مو طبيعي، هالشي ما بيطمن. باريش بيك، في مشكلة. أنا ليش قاعدة على هي الكرسي؟ لأنه أنا اللي عم سوق السيارة. تمام، وهذا اللي عم بسألك عنه، ليش أنت اللي عم تسوق؟ لأنه أنت ما بتسمعي الكلام أصلي، لهيك ضلك قاعدة مكانك وما عاد تتدخلي بشي أبداً. Thank you.
ها مكان للتخييم. الطريق مسكر ولهيك لازم نتسلق تسلق. أنت بتتسلق صح؟ يعني لما خفت بهديك التلة قلت لحالي يمكن أنت مو متعود. لأني كنت خايف على الولد اللي هرب من المدرسة على التلة لهيك تلبكت. باريش بيك؟ ها؟ ممكن تفتح صندوق السيارة؟ طيب. ها خلينا نأخذ معنا مي وهالقصص تمام؟ أصلي شو رح تناني عندك؟ لا تقول هيك باريش بيك، يعني قديش رح نمشي ولوين رح نوصل ما منعرف. اي تمام بس عم تاخدي كتير شغلات، أول ما تمشي رح تتعبي وتحسيهم تقال، ما في داعي إلهم كلهم. بس أنا ما بعطيك أنينتي ولو قلت إنك مت من العطش. وإنتي إذا صرتي تبكي لا تقولي تقيلي، ما رح أحمل عنك أبدا. وإذا كنت رح موت ما رح أبكي بعد هاي الكلمة أساسا، ما رح أعطيك تحمل عني أصلا. اي كتير منيح يلا. والله أنا ما أعطيتك الشنتاية، أنت أخذتها مني بس مشان يكون بعلمك. كنتي عم ترتاحي كل ثلاث دقايق، لبين ما نوصل بدنا ثلاث أيام. أنت عم تبالغ، كل اللي وقفتهم بيطلعوا مرتين. لأنه صار لنا ست دقايق عم نمشي. بس عن جد أنت فاجأتني بصراحة، طلعت بتتسلق منيح. إيه تسلقت جبال لفترة، عادي. عن جد عم تحكي؟ إيه حتى لو ما كنت مثلك، بس كمان أنا مليان مفاجآت. أعطيني أنينة مية متسلقة. تفضل هاي مي اللي قلت ما نحطه بالشنطة. يلي قلتي إنك رح تحمليه بس أنا يلي حملته بالنهاية. أنت ما بتفوت فرصة لتتنمر علي. تيو عم يشتغل كتير منيح وغالبا عم يتصرف بحذر أكتر بعد قصة سيبال. أنا ما عم يخطر لي شي تاني. إن شاء الله ما نكون بجيتنا خربنا له شغله. بكفي نكون جنبه، ما رح نخرب أي شيء. يلا أصلي. من هون تعي.